لأول مرة بقى في طريق سهل وممنهج عشان نتعلم بيه كل اللي احنا محتاجينه عن استخدامات وصيانة مكان تصوير المستندات أو البرنترات والطبعات الليزر. في أكاديمية المهندس رامي حداد محضرين منهج في مجموعة دورات يعلمك كل اللي انت محتاجه عن استخدام أو صيانة مكان تصوير المستندات أو البرنترات الليزر. هتتعلم ازاي تستخدم أي طبعة أو أي مكان تصوير أيا كان نوعها، وازاي توصلها بالكمبيوتر وتعرفها عليه وتطبع من خلال الكمبيوتر، وازاي تستخدمها كسكانر، وازاي تغذيها بالحبر أو الورق بكل المقاسات وبكل الانواع الموجوده. وهتتعلم كل اللي انت محتاجه عشان تتخصص في صيانه واصلاح اي موديل او اي طبعه مكان تصوير مستندات، وده بنقدمه في اكاديميه المهندس عن طريق مجموعه من الدورات اللي بتضمن لك بمحتواها والتدريب عليها انك انت توصل للاحتراف في الاستخدام او الصيانه. اول دوره هي دوره المستخدم، وفي دوره المستخدم بنتعلم كل المهارات المطلوبه من المستخدم عشان نتعامل مع طبعه او مكان التصوير، سواء في استخدام او في تغذيتها بالحبر او الورق، وطبعا توصيلها بالكمبيوتر واستخدام كطبعه او اسكان. وبعد دوره الاستخدام في دوره لتعليم اساسيات الصيانه ودوره لتحليل الاعطال، والدورتين دول ملحومين في دوره واحده لضمان تاهيل المتدرب للتخصص في اي موديل واصلاح اعطال. وفي اكاديميه المهندس محضرين دوره تخصص عامه لاكثر من 12 موديل من الريكو والكيوسيرا الفاعلين والمستخدمين في جمهوريه مصر العربيه. الموديلات دي بتشمل موديلات ابيض واسود وموديلات الوان ومكن تصوير مستندات وبرنترات وطبعات. وطبعا في دوره تخصص سبيشال بناء على طلب المتدرب، ودي بتكون في الموديلات اللي بيختارها المتدرب عشان يتخصص فيها سبيشال. ولو حتى الموديل ده مش موجود معانا في حزمة التخصص بتاعتنا، بيتم تحضير منهج لدورة التخصص في اي موديل انت بتختاره او مجموعة موديلات انت بتختارها في مدة من شهر لشهرين على حسب الموديل اللي انت بتختاره. يبقى عندنا دورة مستخدم ودورة اساسيات الصيانة وتحليل الاعطال ودورة التخصص العامة واللي فيها المتدرب بيتخصص في مجموعة من الموديلات اللي احنا مختارينها عندنا هنا واللي بتؤهله ان هو يتعامل مع موديلات كتير قوي متشابهه معاه. وفي دوره التخصص سبيشال المتدرب بعد ما بيخلص دوره الاساسيات وتحليل الاعطال ودوره التخصص العامه واللي بتخليه على قدر كبير من الاحترافيه والتاهيل ان هو يتعامل بسهوله جدا مع اي موديلات ثانيه، يقدر المتدرب من خلالها ان هو يحدد مجموعه الموديلات اللي هو حابب ان هو يتخصص فيها ويكون محترف فيها وبنقدمها له. الشيء الجميل ان احنا ما ركزناش مع الدورات التعليميه والمناهج فيها، بس ركزنا ان احنا عملنا انظمه عشان تتناسب مع ظروف المتدربين المختلف. اول نظام هو نظام المجتهد. في نظام المجتهد موجودة معانا كل الدورات بتاعتنا مسجلة على فيديوهات ومعاها مناهج باللغة العربية PDF مكتوبة وكتالوجات صيانة وإصلاح شاملة كل المعلومات اللي انت محتاجها والخرائط اللي انت محتاجها للمكان عشان تصلحها، وهنا بيكون المتدرب قادر على دراسة الدورة بالكامل من المن. طبعا محدش يستهون بالدورات المسجلة، لأن الدورات المسجلة دي هي أساس تعليمي في التدريب العملي، يعني محدش بيجي ياخد التدريب العملي غير لما ياخد الدورة المسجلة الأول عشان التدريب العملي يكون ليه أقصى وضع من الكفاءة واستيعاب المعلومات عند المتدرب. تاني نظام عندنا هو نظام المنجز. في نظام المنجز المتدرب برضه بياخد الكورس المسجل وبيدرسه وبيتدرب عليه، وبعد كده بنعمل له دورة تدريبية مكثفة في 20 يوم بيلم فيها دورة الاستخدام والأساسيات والتخصص في الموديلات العامة اللي موجودة معانا في كورس المهندس. كل ده بيكون في خلال 20 يوم بعد دراسة الكورس المسجل. تالت نظام معانا هو النظام الأصلي، واللي برضه بيكون فيه المتدرب لازم يدرس الكورس الأونلاين، وبعد كده بيبدأ دورة التدريب العملي بتاعه عن طريق محاضرات متقسمه على 30 محاضره خلال شهرين، ودي بيتم التنسيق في مواعيدها مع المتدربين عشان نختار الوقت اللي يناسب المتدرب، وبننظم مجموعه تدريب عملي متكونه من 4 لـ 8 افراد، وطبعا بيكون تم التنسيق المسبق معاهم عشان الوقت بتاع المحاضرات يتناسب معاهم كله. بالنسبه للتدريب العملي، فروع التدريب العملي موجوده معانا في القاهره وفي الجيزه وفي اسكندريه، وان شاء الله في خلال الفترة اللي جاية هيكون في انتشار في المراكز التدريب العملي عشان نوفر المسافات على المتدربين في كل محافظات مصر.